ايه ولد باغت نهى انا باغت نهى مو باغت النتي مو بايه قلت باغت نهى قلت ما خلنا تشوفها وتجربها روح روح يلا يلا ماشي ماشي طنجره خلاص تو انا مستغرب انك مو عاجل انك لا انك جربتها ولا انك وانا اقول لك انا نصحت فيها طنجره رقم واحد عجيبه وغريبه تعق في الطبخ وروح عنها ورجعت لك ذهب الاكل كان حد غريب انت غريب بو جاي انك تحوم سفاريك الساعه 2 ظهر جيب جيب انجرب ما تعرف له هنا هنا بس ما تدخل البيت ايه من محارمنا انت يلا برا اجلس واجيب انا ماي شوف انا مثل ما خبرتك سهله الطبخ تعق فيها سمك تعق فيها دجاج تعق فيها لحم اعطيه 5 دقائق اطلقه بمره جاهز اسمي يا ام سعيد حد غلبش في العيال نعم خليه للطنجره زين تشغلوها معكم خلي الطنجره ولع النار اخبرك كيف الطريقه كيف تشتغل كيف بس نولع ماي اذا النار وماي طبعا نصور اول شيء بالماي زين ولعتوا النار ولع النار ايوه 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 صبر ابسخ نظارتي ما اشوف زين تخوز الكشمه زين سهل الطبخ طبعا زين شوف كيف لو جايب ذبيحه نعكها فيها نجربها اقول شوف شوف كيف الغطاء حجم الغطاء وشوف كم سمكه الغطاء ويسدك السيراميك الداخل لحد الحين انا بعت من هذه الطناجر العجيبات ما يقارب 120 طنجره